دلوقتي احنا محافظة الجيزة قلب القاهرة الكبرى، بدأنا المشروع، نفذنا مباني، نفذنا عمليات تطوير، بنية أساسية بتتعمل على قطاع الزراعة، عندنا مجمعات خدمية عملاقة جدا. نفذنا ايه؟ المبادرة الرئاسية اللي أطلقها فخامة الرئيس في شهر 3/2019 ان هو عايز ينزل للكرة بحيث يقدم خدمات للكرة من بنية تحتية، مجمعات خدمية. دلوقتي هو دخل في البنية التحتية، عمل فيها صرف صحي ما كانش موجود في القرية، عمل فيها شبكة كهرباء، شبكة طرق، تطوير نظم الري اللي هو عمل تبطين للترع، مباني حكومية، وفي مجمع تكنولوجي، مجمع زراعي خدمي، بطري موجود بيقدم من كل الخدمات المطلوبة لكل مواطن في الريف. في الريف طبعا في مستشفيات تم برضو اتبنت بحيث يبقى رفع مستوى المعيشة للمواطن داخل القرية المصرية. فعملوا صراحة زي ما احنا شايفين مجمعات على احدث نظام، يعني المجمع الواحد بالنسبة للمجمع الزراعي مكلف فوق مثلا 6 مليون جنيه، فدي كلها الدولة قامت بيها. اكتر من 330 مجمع بيتعمل مجمع زراعي. احنا يعني بنتكلم على بتاع الجيزة، يعني انا عندي في اطفي هنا 6 مجمعات زراعية بيطرية متكلفة فوق مثلا 6 مليون، بخلاف في مجمع واحد بيتعمل فيه مركز تجميع البان، وده نموذج رقم 1. احنا شغالين النموذج رقم 1 ونموذج رقم 2، يعني عندنا 2 نموذج للمجمعات الخدمية الزراعية. طبعا الاولاني بدون الأولاني مركز تجميع البان، والتاني في مركز تجميع. موجود في المركز نموذج واحد بس، لان ده بيكون مساحته معديه ال 530 متر، وده بيبقى فيه مركز تجميع البان وموجود فيه جمعية زراعية ووحدة بيطرية. الجمعية الزراعية طبيعي بيكون فيها برضو قاعة إرشاد موجودة عشان يحصل لقاءات وندوات إرشادية للمزارع، بيكون فيها مخزن للأسمدة، في مكان كمان هيبتدي يتعمل بحيث لو معاك ارتميزة أو أي متعلق أو أي صرف بالنسبة للمزارع، يعني يخش المبنى يلاقي كل حاجة موجود فيها، موجود يعني يستغلها في كل حاجة. وجنبه مجمع التكنولوجي اللي هو لو حب عايز حاجة من مجلس المدينة كل حاجة متاحة، عايز يطلع رخصة، عايز اي هيبقى فيها برضو بعض زي مديرات التموين وخلافه، يبقى موجود داخل المجمع التكنولوجي بحيث يبقى المواطن داخل كل الخدمات هتقدم له. عاملين مباني هايله. تمام. هايله بجد. تمام. الناس بقى، الموظفين، الدكاتره، المهندسين، الفنيين، دربناهم ازاي؟ هو طبيعي تم تدريب المهندسين الزراعيين. احنا عندنا التحول الرقمي بالنسبه الكارت الفلاح الذكي، وده لنادي بيرت فخامة الرئيس، بحيث يبقى معاه كارت الفلاح ده اللي هتبقى عليه حيازته، عليه معاملاته، بحيث احنا دربنا الناس على التابلت وكل واحد استلم مكانته. يعني عندنا مهندس زراعي استلم المكنه وجهاز تابلت موجود، بحيث يبقى عليه كل اسماء الحائزين اللي موجودين بارقام حيازتهم. يعني هو مجرد ما بيجي الجمعيه وعايز يستخرج كارت فلاح يبتدي يقدم استماره تبقى موجوده معاه، وبعد كده ما كفيش يعني حوالي مثلا 20 30 يوم يكون معاه الكارت بتاعه. الصف وأطفيح فيها كم مجمع؟ فيها كم منطقة؟ في فيهم 11 مجمع خدم زراعي. 11 مجمع خدم زراعي. تمام. أطفيح دي فيها 6 مجمعات موجودين، ومنهم في كل مركز مجمع نموذج رقم 1 اللي هو فيه مركز تجميع البان. الأراضي اللي عليها المجمعات الحكومية والزراعية دي أراضي الجمعيات الزراعية، أراضي أملاك دولة، الأراضي دي جبناها منين؟ والله إحنا عندنا كانت كل الجمعيات الزراعية متهالكة، كنا بنقول إمتى يتعمل جمعيات زراعية تليق بالمهندس المصري طبعاً. ويعتبر هي عنوان قرية. فكانت جامعات متهالكة، فالمبادرة دي صراحة أحيت وخلت المهندس المصري، المهندس الزراعي يبقى ليه روح إن هو يشتغل. المجمعات دي فعلا هترتبط بالعاصمة الإدارية أو هتترتبط طبعاً. بالعاصمة الإدارية؟ هو ده اللي بيتعمل، إن بحيث الجمهورية كلها تبقى مرتبطة بالعاصمة الإدارية، وده التحول التكنولوجي بنادي بيه سيادة الرئيس، يبقى كل حاجة في البلد معلومة.